أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.
الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين كذبك
بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله العظيم. الفاتحة.